في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عرض المستجدات بالمؤشرات والأرقام. ما يخص المؤشرات العامة التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة هي كما يلي: 304 حالة جديدة، 211 حالة استشفاء جديدة، 253 حالة تمثلت للشفاء، 42 شخص في العناية المركزة، و8 وفيات. مع تسجيل 304 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة يصبح المعدل أقل من حالة واحدة لكل 100,000 نسمة، علما أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 18 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و12 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. ما يخص الوفيات، سجلنا خلال 24 ساعة الأخيرة 8 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 211 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة عددهم إلى حد اليوم 32,259، منهم 253 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 42 مريض في العناية المركزة. Le bilan des autorités sanitaires de ce vendredi 4 septembre fait état d'un total de 32 259 guérisons, 1539 décès et 45 773 contaminations, enregistrées depuis le début de la pandémie du coronavirus en Algérie. Le professeur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique chargé du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, COVID-19, en Algérie, a rapporté 253 nouveaux cas de guérison, soit un total de 32 259 patients guéris. Le bilan de ce vendredi, 4 septembre, a enregistré une nouvelle baisse des contaminations avec 304 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Ainsi, le total des contaminations est désormais de 45 773 contaminations. Cependant, le bilan a indiqué que le total des décès a atteint les 1539 cas, dont 8 morts recensés lors de ces dernières 24 heures.